تجيب لنا الافكار نتاعها المزيانه، وهي زاد اليوم مزيانه برشا بالفيشة، تكون حاضره معنا مدام انيسه رويبحي مديره مركز التكوين. عسامه يعيشك يعيشك، بارك الله فيك على المقدمه. احلاك اليوم في الغار، يعيشك كنت احلى، بارك الله فيك. ديما انت ديما اليغونت، وان بليس عندك حاجه سبيسيال اللي ديما لي زاكسيسوار نتاعك لي سون تري اوريجينال. يعيشك ميرسي. هذوما سي توجور لي زاكسيسوار في ما اكزاكتومون نتاعك انت. ريتو علاش نعلموا فيكم نحن باش كل شيء توليوا تعملوا وحدكم في الدار. اكزاكتومون، نقولوا احنا هي خدمه يديا تحمر خديا، وربي يفضلك وربي يفضلك يديتك وربي يفضلك. يعيشك انيسه، اليوم باش نعملوا حاجه سبيسيال اللي هو نقعدوا في التيم نتاع المغياج والفروحات والكل. قلنا احنا بدينا فوالا، نحن عاملين الحلقه من حلقه الكيس اللي يبدا مزين نتاع العروسه، بعد عملنا الشمعه نتاع العروسه الاسبوع اللي فات، ونواصلوا اليوم مع الكوادرو هذاك اللي نتاع العروسه. اي الكوادرو اللي باش نحطوا فيه تصويره نتاع العرس ولا نتاع الصداق اللي تقعد لنا سوفنير، اللي ديما تقعد هذيك الحيط اللي كلها مصوره كما حطيتها في الصاله. ما تصورش فماش دار تونسيه يا اما تاع لي كوبل الجدد والا لي بارون نتاعنا مانيش حاطين التابلو نتاعهم هما عرايس في الصاله. اكزاكتومون هي وي. دونك هذوما سي لي بليزيور موديل، هذوكم لي موديل نتاع التكنيك نتاع التقنيه اللي استعملناها اللي هي الكراكلاش. الطريقه اي اي. دونك جبنا باش نشوفوا انواع الكراكلاش، دونك مع بعضنا نتعرفوا انه باش نخدموا مثلا كيما هكايا الكواترو على سوبور خشبي. ينجم يكون اي سوبور محمل اخر اللي احنا باش نخدموا عليه الاكريليك. دونك حكينا احنا قبل مع بعضنا اللي راهو بالاكريليك اي سورتو ملتي سيرفيس، هذايا نوع نتاع اكريليك بويسون على الاخر اللي ينجم يلون لنا برشا حاجات، يعني بوكو دو سوبور، حتى البلاستيك، الحديد، الميتال، برشا حاجات اون فان كونت. دونك احنا هذايا باش نستعملوه باش نلونوا به المحمل الخشبي هذايا. دونك اللي هو السوبور نتاعنا اللوح. صحيح سوبر نتاعنا. دونك اول ما بديت انت دهنت باش تبدا تدهن البارتي نتاع اللوح باش تغطيها. يعطيك الصحة. دونك جوست هذايا حضرت لي بانسو. باهي هنا جبت على كيما نقولوا ثلاثة مراحل مختلفين باش نشوفوا فوالا مع بعضنا. الاكريليك كيما نعرفوا الاكريليك والا الملتي سيرفيس كي نخدموه ما نزيدوهش الماء، ديريكتومون نعملوا فوالا. دونك كيما قاعدين نشوفوا انت خليت بارتي سبيسيال باش تقدوها توا قدامنا نحن باش يعطينا لو كادر كامل اللي الباز نتاعو مدهونه من اللوطه. البانسو ناخذوه بوال سانتيتيك سوبل باش ما يخليلناش تراس، ما ناخذوش بانسو خشينه. هذوما لي زاستوس نتاع الكولوراسيون كيما تشوف بالاكريليك. دونك الكولوراسيون بالاكريليك ما تستحقش منا انا نحلوه بالماء، نستخدموه كونسنتري كيما هو ديريكتومون وجوست بانسو بلا، مش بانسو رون، بانسو بلا تلقانا نخدموا الجناب والفون نتاع الارتيكل. ديما نزينوا نعاودوا كيما هكايا بالبانسو، هو اللي نركح باش ما نخليش تراس، خاطر اذا كان يشيح وفما فيه تراس تقعد ظهرتنا احنا تراس هذيك. احنا هنا شنو الهدف؟ انه باش نعملوا اريير بلون، يعني واجهه اللي الكراكلاش كي يتشق لنا يبدا ظاهر لون احنا حاشتنا به. اي يعني هنا كي باش نخدم الكراكلاش باش نخدمه في الكولور الراس، الكولور الوردي هذايا. انا باش نشقق اللون الوردي، كي يتشقق باش يظهر تحت منه الكولور الباج الباز نتاعنا اللي هي اللون اللي عملناه احنا توا. يعطيك الصحه. دونك البارتي الاولى ديجا خدمناها نخليوها تشيح، هذه البارتي شاحت الاكريليك شاح سي. باهي هنا شنو نستحقوا في خدمه الكراكلاش؟ قلنا باش تخدم نعملوا الاكريليك، من بعد نستعملوا ان ميديوم. شنو هو الميديوم؟ البرودوي هذايا ترونسبارون، هذايا اللي يخلي لنا الفوقاني الاكريليك الفوقاني يتشقق. أي. يقول قايل هو علاش يشقق؟ تعطينا اللي فيه هذاك اللي احنا نحبوا عليه. صحيت اللي هو يتسمى كراكلاش. أي. يقول قايل هنا لا كيستيون كي سوبوز، علاش يشقق اللي فوق منه ما يشققش اللي تحت منه؟ هي علاش داكوردو فوالا. هذايا لخاطر اللي تحت منه احنا استعملناه اكريليك. اي بار كونتر اللي فوق منه برودوي كيف هو، يعني شفت كي تشوف البرودوي يتشراو مع بعضهم الزوز. هذايا اسمه ستيب 1 مكتوب عليه، يعني الاولاني الاولى وهذايا ستيب 2 الخطوه الثانيه. كي تحب تشري في البلو يتباع هكا، تحب تشري في الفير، يعني فما بوكو دو كولور في ستيب 2 كيما انا خدمت الراس فيه برشا الوان. اما لو ميديوم لو ستيب 1 ديجا ميديوم هكا اسمه، لو ميديوم هو نوتر ديما يشقق لو برودوي اللي فوق منه.
بون كي باش نخدم انا هنا كيما تشوفوا نخدم نعمل انكلينيزون تاع 45 دغري ونهز كونتيتي باهيه ما نهزش كونتيتي شويه دونك كونتيتي باهيه كي لازم كي يشيح نزيد نعاود كوش اخرى دو ميديوم هكاك يجينا كراكلاج كويس يعطينا الايفي اكثر تاع اذا كان تحبوا كراكلاج كبير انا خليت لي بانسو من دونك كل بانسو بالاكريليك يقعد كيما هو ميديوم يقعد كيما هو توا باش نمشيو للستيب 2 هذه البارتي هذه انا ديجا خدمتها بستيب 1 ديجا وشاحت باش صحيت شاحت وباش نخدمها بستيب 2 به ستيب 1 لو ميديوم كيما اللي خدمته انا توا هذايا نجم نشيحوه رابيدمون بالسشوار اشو ما يقلقش ما يعمل حتى انتراكسيون لو ستيب 1 ينجم يشيح بالسشوار ما فما حتى اشكال بار كونتر ستيب 2 نو شفت ستيب 2 هذايا على قد ما انه ما نشيحوهش على قد ما خير يلزم ياخذ وقته معناها ياخذ وقته يطلع لنا كراكلاج ما ياخذ راحه عقله فيش انه يتشقق كان انت تشيحو يتبلوكا ما عادش يتشقق هذايا برشا حرفيين يقعد هكاك اكزاكتومون الموفمون كيما انا نخدمها راهو باش يعطي موفمون مثلا نجم نعمل هكا هكا فهمت باش يعطيني نوعيه تشقق مختلفه في كل موفمون نخدمها دونك ديما حاولوا اي موفمون تغارديو نفس السونس في الموفمون كي نهز كونتيتي باهيه وبالانكلينيزون تاعي هذيا ال 45 هو اللي نمشي بها بالطريقه هذيا هذا هو لو كراكلاج هذيا ميم با 5 مينوت يبدا يتشقق بشوي بشوي يبدا اي تواك يبدا يشيح بشوي يبدا بشوي بشوي هذيا بار اكزومبل مخدوم البارح دونك هذيا قبله دونك ياخذ وقته كونسيرنون الكراكلاج راهو جامي جامي اللي نعملوا لو فيرني راهو يقعد جوسكا لانفيني كل مره يزيد يتشقق كل مره يزيد يتشقق دونك ما نستعملوش فيرني خاطر تعودنا احنا بعد ما كل ننجزوا كل عمل شاتي اكل مع هذيك صحيت في الكراكلاج ما نستعملوش فيرني هذه من النصائح خاطر اذا كان نستعمل الفيرني معناها حسب ما فهمت اذا كان نستعملوا الفيرني رانا ما عادش في زيد يتقشر باش يقعد هكاك في صحيت وهو يقعد عندي كواترو حتى 10 سنين يقعد ديما يتشقق بشوي بشويه راهو سي سا فيها فريمون تكنيك مزيانه وحلوه تكنيك تقنيه قديمه لكن شنو جديد انا علاش هنا جبت معايا كلكو زيكزامبل كي نقول كراكلاج عندنا احنا نقريو الكراكلاج على فما ثمانيه برودويات يتباعوا فما الكراكلاج كلاسيك فما الكراكلاج هذاك سبايدر عليه سبايدر هذا سبايدر اي كيما نقولوا احنا شبكه نتاع العنكبوت في كل طرف تلقى طرف هذا سبايدر في كل طرف تلقى طرف وهذا شيء يا انيسه هذاك كراكلاج ترونسبارون نستعملوه وقتاش كي باش نعمل تصويره تحت منه هو يظهرها كاينها حاجه قديمه زمنيه هذيك امراه في زمن العهد العثماني مثلا دونك كي عملت كراكلاج ترونسبارون فوق منها ظهرها كاينها قديمه اونسيان وحاجه مشقه تقدمها باش تعطي الايفي هذاك يعني فما برشا انواع نتاع كراكلاج فما كراكلاج موزايك زاد نخدموه على البلاتوات كل نوع نتاع كراكلاج لشنو نستعملوه وكيفاش نستعملوه وعنده ايفي على حسب الحكايه الحاجه اللي انت تحب تعملها هذا كروكوديل معناها اي كروكوديل عليه شفت الطرف كيما هكا هكا كلهم يجيو القش كبار اسمه هكا كروكوديل كيما قشرة الكروكو سبايدر في كل طرف تلقى طرف تلقى طرف جوسكا لانفيني تلقى طريفات صغيرين هذاك الفرق دونك نتمنى ان اللي اعزائنا المشاهدين اللي شاهدوا فينا ويحبوا يجربوا التقنيه هذيا يختاروا شنية نوعيه الكراكلاج اللي باش يختاروه وديما راهو لو ميديوم نتاع كل كراكلاج يتباع مع الميديوم خاص به يعني مش الميديوم نتاع الكلاسيك تمشوا تستعملوه في سبايدر ولا في حاجه اخرى كل حاجه عندها حاجه كل نوع كراكلاج عنده الميديوم نتاعو باش نزيدوا نحن قلنا سي ان تابلو نحطوا فيه تصوير العروسه نزيدوا فيه اكزاكتو لا انا جبت تزيد بالزينه تبدا فيها دي ستار هذه بون خدمناها احنا قبل شغل خدمتها غادي عاملين سيرفيس كامل صحيت سيري كامل على الساك على برشا حاجات الكيس نجمو نجمو حتى باللي بتي عنا هذوما لي ستراس مثلا دونك هذوما لي بتيت ستراس نجم نعمل مارياج ما بين ان بلو وما بين الغوز يجي معاه لارجون مزيان برشا وهكاك يجيو مثلا دور كبار دور صغار توت لي كولور في بارتي معينه نختار اون بارتي في الكادر فوتو ما نختارش لا توتاليتي دونك نختار اون بارتي هكا اللي باش يجي فيها برشا انواع هذوما نجم نستعملوا زاده كيف هنا دونتيل
من بعد هنا الكراكلاج. دونك نستعملوا الدونتيل، حاجة مزيانة برشا دونتيل وحاجة توندونس. نستعملوا في البلون باريكزومبل. على أجنب. إي دونك نقصوا أون بتيت بارتي. ونلصقوها، أنا بون الأكثرية ديما نلصق بالفوليو هذاك اللي تعودنا عليه. دونك نلصقوا بالكول نتاع الفوليو ونجموا نزيدوه ستراس. راهو الإضافات تبقى لكم ليكم أنتوما، شنو اللي عندكم بالطبيعة، شنو اللي عندكم هما اللي تستعملوا. في نفس الوقت شنو الديكور نتاع الدار. دونك شنو نحطوا الكول؟ هذه الكول فوليو. داكور. إي كول فوليو. هذيك اللي تشد الدونتيل واللي ما يتقطعش ما يتقطعش. هذيك هو مادام دونتيل باش نحطها هكا. فوالا هكا شوية. كيما قاتل البون هكا. إي. وهنا نجي نلصق بارتي نتاع الدونتيل. فوالا. وهذيا اللي باش ندورها هنا على جنب. مش هكاك يبدا واحد وما يخرجش على جنب. فوالا. عندنا زاده اذا كان نجم فوق منه الاضافه هذيا بار اكزومبل، نجم نزيد من هنا ولا من هنا والا او ميليو رابيل نتاع راس، كيما نجمو نخليوه كيما هو. ونكملوا لي ستراس والبوند هذيا نكملها بستراس بيان سور. نجمو نزيدو دوري لارجون البلو، دونك هذوما فيهم برشا اضافات. فوالا كيما غادي نشوفو هوني في ليكرون الديكور اللي نجم يتحط دو ديفيرون كولور. فوالا هكايا هذه البوند، خاطر من هنا احنا الميديوم نعاود فوق منه بالطبيعة يلزمو يشيح. كنعيز هكا دورها شوية للكاميرا. فوالا هكا دونك هكاك. ونخليو الكراكلاج نخليو له الوقت باش انه يزيد يتشقق ويزيد يشيح في وقته ويشيح اكزاكتومون. وهكاك ما تخافوش منه، خاطر برشا يكلموني تقول لي ما تشققليش، هي تطلع مثلا شيحته بسشوار، يعني كيما حكيت لي زاستوس تتبعوهم اكزاكتومون بالقدره تنجح التقنيه نتاعنا وتعجبكم ان شاء الله. يعطيك الصحة. يعيشك. ميرسي بوكو أنيسة. يعيشك. ديما تجيب لي زاستوس هكايا المزيانين، خاصة للعيار للعرايس، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. أكيد مازلنا متواصلين معاكم حتى السبعة غربة أون ديريكت في برنامج دارنا. حبيت جوست نقول اللي توا بعد الكليب اللي باش نشوفوه مع بعضنا باش يكون حاضر معانا دكتور خليل أسبوعي، دونك أخصائي في جراحة المفاصل. إذا كان عندكم أسئلة ولا تحبوا تكونوا معنا اون ديريكت، ما عليكم كان تتصلوا بنا على رقم 50 70 70 70 ومرحبا بكم. نمشي ونسمع مع بعضنا أغنية للفنانة كارول سماحة ونعود ونرجع.